اليوم كان التوقيع ديال 4 ديال الاتفاقيات اللي هي المرحله الاخيره اللي باش نشرعوا في تنزيل المشروع الكبير المهيكل ديال تحليه ماء البحر في الجهه ديال الدخله لاجل الفلاحه، واللي غادي يكون عندنا ان شاء الله واحد الحوض يعني فلاحي جديد ديال 5000 هكتار. ونذكر بان الان ما عندناش في الدخله اكثر من 1000 هكتار، ودونك غادي يكون حوض اللي غيخلق واحد يعني ديناميه في القطاع الفلاحي، وغادي يخلق تقريبا 10000 منصب قار، وكذلك واحد يعني النمو ديال مليار ديال الدرهم سنويا، وواحد المعدل ديال الانتاج ديال 500000 طن. وهذا المشروع هو نموذجي، لانه الطاقه اللي غادي تتعمل بها الوحده ديال التحليه ديال المياه غادي تولد يعني محليا، وهي داخله في هذا المشروع عبر الطاقه الريحيه.